الحاجات اللي هي اصبح فيها مشكله دلوقتي في السوق موضوع المحاليل اللي هي الملح، محلول الملح والجلوكوز والرينجر، دول اصبح فيهم مشكله دلوقتي في الوقت الحالي. بالنسبه لموضوع الاورال كونتراسبتيفز اللي هي موانع الحمل برضو اللي هي المستورده كلها، ودي ممكن تكون عشان ما فيش تصنيع في مصر للاورال كونتراسبتيفز بنفس الكفاءه بتاعه المستورد. طب ده يمكن يكون نتيجه تعويم الجنيه او مشكله الدولار يعني، ودي حاجه لوجيك يعني عشان خاطر، او حاجه منطقيه، لان دلوقتي الشركات بعد ما كانت بتجيب الدولار او بتسهيلات من الحكومه بسعر معين اصبح فوق ال 16 جنيه او 17 جنيه حسب السعر، فاصبح في مشكله. في ادويه كتير ناقصه جدا، الادويه دي حيويه، يعني ادويه مثلا لمريض الكلى، انسولينات، مريض سكر ما يقدرش يستغنى عنها، البان الاطفال. الادويه ارتفعت فعلا في شهر 5، لسه في انباء عن ارتفاع الاسعار تاني، الدواء اللي اكتر من 30 جنيه هيزيد 33%، واللي اقل من 30 جنيه هيزيد حوالي 20%، ده اكتر من الزياده اللي زادت فيها المره الاولانيه واللي الناس اصلا ما تقبلتهاش. تاني حاجة، بالفعل في أدوية زادت اللي هي الأدوية المستوردة، وخصوصا الألبان زادت زيادة رهيبة، يعني اللي كان مثلا ب60 بقى ب90، يعني زاد 30 جنيه في يومين أول ما قالوا إن الدولار سعره ارتفع، وده طبعا والسيريلاك وحاجات الأطفال كلها، بخاخات معينة، حاجة أي حاجة مستوردة زادت بسبب، أنا شايف زيادة الأسعار دي طبعا سبب ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه، وان الجنيه ما بقاش ليه اي قيمه قدام الدولار. المسؤوليه طبعا بحملها اللي طبعا اللي وافق على شروط القرض، وهي طبعا من شروطها تعويم الجنيه، الغاء الدعم، الحاجات دي، ده فعلا اللي بيحصل. بتكلم عن الادويه اللي بقى لها فتره كبيره ما بتنزلش، في ادويه كتير جدا مش موجوده، ناقصة بقالها فترة كبيرة، ولغاية دلوقتي مفيش عنها أي أخبار نزلت أو مش نازلة. في منها كتير نزل، بس نزل غالي، نزل غالي كتير، نزل غالي في يعني بنسبة ما بتقلش عن 20-30%، وغير إن في أدوية كتير جدا ناقصة لغاية دلوقتي بنسبة برضه 30 أو 40% كمان مش موجودة. الأنسولين المدعم اللي هو كان ب6.40 جنيه، ده اسمه أنسولين ميكستور 30-40 وحدة، ده مفيش منه أصلا خالص بقاله فترة كبيرة. هو اساسا كان قليل، ما كانش حد بيلاقيه كتير، وصلت ان هو جبنا منه كميه وتمام، بس طبعا ما كفتش، ولغايه دلوقتي ما فيش منه، لغايه دلوقتي ما فيش انسولين خالص، ولا في الشركه ولا موجود عند حد بره، ولا حتى سوق سوداء اساسا مش موجود نهائيا في اي حته. اللبن غلى بطريقه رهيبه جدا، اقل علبه غلت 35-40 جنيه، والا ما يكون 50 جنيه كمان. اللبن وصل بقى اقل علبه لبن ب 95 جنيه اسمها هنان. بسبب الارتفاع والله انا شايفه كل حاجه زايده، كل حاجه مرتفعه يعني بطريقه صعبه، بس المفروض يعني مفيش بقى خلاص خلاص بعض الادويه يعني على ده مرض، يعني اللي بيجي ده مش هيبقى بيتصنع، اللي بيجي ده بيبقى عايز دواء او حاجه معينه، عايز يشتري دواء مجرد دواء، يعني اللي هو اكل ولا شرب. والله لو بصي هتحملي كل الوزارات بحالها على بعضيها كده سعر الغلاء، لاني مش جايين غير فارمين الغلبان فعلا، يعني اللي هو لا عارف لا يعيش ولا ياخد حقه في علاج ولا في دواء ولا في وزاره الصحه كلها بحالها ولا في اي حاجه من دي خالص. والله في ادويه كتير انا اولادي ساعات بروح بيهم للمستوصفات لدكاتره بيكتبوا لي ادويه بره حتى لو غاليه ما بعرفش اجيبها، ولو موجوده يقول لك تعالي لي بكره بعده. كانت ادويه كتير بتاعت حساسيه صدر وادويه صدر وحاجات كتيره ما لقيتهاش. والدتي بتاخد انسولين بتاخده من التامين كذا مره اروح ما لاقهوش، فبنجيبه من الصيدليات من بره مش موجود، ولو صيدليه عارفاكي وعطتهولك مره مش هتديكي التانية. يعني انا عايزه افهم دلوقتي، واحد مثلا زوجي مثلا ما بيشتغلش، يعني شغال مثلا باليوميه، اليوم اللي شغال فيه باليوميه ده في دلوقتي عندي 3 اطفال، الـ3 اطفال دولت مفيش دخل، مفيش معاش، مفيش فلوس شغل ثابته، راتب ثابت، الناس دي تاكل وتشرب ازاي، الناس دي تعيش ازاي؟ الاطفال دي يعني في مدارس حكوميه مش بتاعت وزاره، مش مدارس خاصه، ومش عارفين نعيش لا من مدرسين ولا من عيشه ولا من ادويه ولا اكل ولا شرب. اللي بيبقى كده ده يعيش ازاي؟ افهم يعني بأنهي صوره يعيش وبأنهي شكل يعيش. يعني ربنا بقى يتولانا ويرحمنا برحمته. في دواء كلى معين كنت بجيبه يعني لحد قريبي كان ب 250 جنيه، دلوقتي قعدنا شهرين مش لاقيينه، ولما عرفت اجيبه جبته ب 2000 جنيه، غلى من 250 ل 2000 جنيه. في دواء سكر برضو نوع معين في الانسولين كنا بنجيبه ب 60 جنيه، دلوقتي وصل ل 300 جنيه، ويعني قريبي ده اللي بياخده
كان بياخده كل 15 يوم، دلوقتي هو محتاج في ال 15 يوم 300 جنيه، يعني في الشهر 600 جنيه. ده اللي غليه. الكوتوفان نفسه شريط الكوتوفان بقى ب 30 جنيه اللي هو شريط صداع. يعني اغلب الادويه العاديه اللي احنا بنستخدمها في الحالات العاديه يعني كلها غلت. غلت بالاضعاف يعني. انا دلوقتي بجيب استحلاب، شريط الاستحلاب بقى ب 15 جنيه. اللي هو حاجه للزور يعني حاجه للبرد بس. فهي كل الادويه غلت، بس في بقى الادويه اللي هي المزمنه غلت بطريقه جامده قوي. اللي هي بقت صعبه قوي على حالات كتير قوي ان هي تجيبها. هي الحكومه اللي يقدر يوفر لي الدواء، هي الحكومه والملزمه ان هي توفر لي الدواء هي الحكومه مش حد تاني. هو اللي مسؤول. غير طبعا كان في جمعيات اهليه كانت بتتصرف وبتجمع من رجال اعمال وبتجيب ادويه وبتجيبه للحالات اللي هي مش قادره تجيب الدواء بتاعها. دلوقتي مفيش حد، مفيش جمعيه اهليه شغاله، كل الجمعيات دلوقتي واقفه. والقانون اللي طلع جديد بوقف الجمعيات بسبب الامن القومي طبعا وقف الجمعيات. فالنهارده حتى الناس اللي معاها فلوس خايفه تساعد الناس اللي معاهاش فلوس في موضوع الادويه ده، خايف يتقال عليه اي حاجه تانية او اي تيار تاني معادي للحكومه ويبقى موضوع وجود في مشكله جامده. فكله بقى بيقول لك يلا نفسي، ومحدش بيفكر في حد دلوقتي يعني.